الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الخطر ولا بد للليل أن ينجلد ولا بد للقلب أن ينفصل. هذا الشكل النضالي يعني التاريخي هو تعبير عن رفضنا للنظام الأساسي بشكل كلي، كذلك تعبير عن رفضنا لتفكيك الوظيفة العمومية. مطالبتنا بإسقاط النظام الأساسي، إسقاط التعاقد والاستجابة لكل المطالب الفئات التعليمية وضمان مجانية التعليم. اليوم الأستاذ يندر أو يعطي إنذارا لكل عموم الشعب المغربي بأن يتم الإجهاز على الوظيفة العمومية ويتم الإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم، لأن الدولة اللي كانت كتوظف واللي مفروض أنها تحمل الكلفة ديال المدرسة العمومية يتم تخلي عن تحملها الكلفة ديال المدرسة العمومية، ويتم التوجه إلى خصوصة التعليم والرفع من قيمة التعليم الخصوصي. إذا اليوم كل الشغيلة التعليمية تنتفض ضد هذا النظام الأساسي باعتباره هو تجميع واحد المسلسل ديال الهجوم لتفكيك الوظيفة العمومية وديال ضرب مجانية التعليم. نقول من داخل يعني صفوف الشغيلة التعليمية أن نضالنا مستمر إلى حين إسقاط المخطط، يعني اللي هو مخطط فعلا طبقي على مستوى الطبقة المسحوقة من أبناء الشعب المغربي، والهدف دياله هو بيع المدرسة كما تم بيع قطاع الصحة، يعني استجابة من الدولة للبنك الدولي وصناديق النقد الدولي وما إلى ذلك، وتم يعني ضرب القدرة الشرائية للمغاربة. يتم كذلك خصصة كل القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة وتفكيك الوظيفة العمومية والتراجع على مكتسبات تاريخية لأبناء الشعب المغربي. إذن نقول أن نضالنا مستمر، نعلن كذلك تضامننا مع احتجاجات الأسر والآباء وأولياء الأمور لتعبيرهم على يعني رفض هذا النظام الأساسي ولمساندتهم لنضالات الشغيلة التعليمية، ونقول أن صمودنا هو الكفيل بإسقاط هذا النظام الأساسي وإسقاط التعاقد والاستجابة لكل المطالب ديال الشغيلة التعليمية. نحن نشارك اليوم في هذا الشكل الاحتجاجي الوحدوي لنعبر يعني بشكل صريح رفضنا النظام الأساسي الذي مقترح من طرف الوزارة. النظام الأساسي نعتبره نظام تراجعي لا يلبي انتظارات الشغيلة التعليمية. هذا النظام الذي جاء بالعديد من البنود التي نعتبرها حقيقة تراجعية بالمقارنة مع المنتظرات التي كانت كتصدر الشغيلة التعليمية. وهذه الأمور مرتبطة أساسا بعدم تحديد ساعات العمل، ليس هناك تحفيز من ناحية المادية إضافة إلى الأعباء والمهام الإضافية اللي مرصودة داخل هذا النظام الأساسي. إحنا من داخل التنسيقية الوطنية الأساسية ذات التنوع التأهيلي، يعني نجدد الصلة بالنضال، لأن لحد اليوم ليست هناك إرهاصات لحل هذا المين. كما نطالب الوزارة الوصية لإيجاد حلول سريعة، والشكل النضالي ديالنا غادي يبقى مستمر إلى حين وجود حلول نهائية وبصفة دائمة، وأهمها هو التراجع على هذا النظام الأساسي اللي كنعتبره حقيقة نظام مآسي فعلا ونظام تراجعي لا يلبي انتظارات الشغيلة التعليمية عموما.